في اليوم العالمي للتلعثم، نصائح للوالدين لمساعدة الطفل على التخلص منها. لازم ما نقطعش الطفل وقت ما بيتكلم وما نعلقش لو اتلعثم في الكلام. كمان لما يتكلم لازم يكون في اتصال بالعين وكمان نركز معاه. كمان نتجنب مقارنته بالآخرين خاصة وقت ما يطلب منه فعل شيء معين، وطبعا نتجنب انه يتكلم او يقرأ بصوت عالي. حاول تتكلم معاه بصبر وفي يكون في وقت تاخد وتدي معاه في الكلام وقت طويل، تتجنب الانتقادات او التعليقات. تعالوا مشاهدين نروح للخبر الثاني، بيقول أبرز الطرق الطبيعية لعلاج بحة الصوت. أول حاجة الامتناع عن الكلام، فالأطباء بيوصوا دايما المصابين بيوصوهم ببحة الصوت بالامتناع عن التحدث لمدة يوم أو يومين على الأكثر لإراحة الأحبال الصوتية. تاني حاجة شرب السوائل والمشروبات الدافية والغرغرة بالمحلول الملحي. كمان مص أقراص الاستحلاب بيساعد على تهدئة ألام الحلق. وأخيرا يفضل الإقلاع عن التدخين وقت الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا لأنه بيسبب في تهيج الحلق والتهاب الحنجرة. تعالوا مشاهدينا نتكلم أكتر عن الخبر ده وعن التهابات الحلق والبحة الصوت مع دكتور محمد الشاذلي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بحضرتك دكتور. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك عن الطرق الطبيعية المنزلية لعلاج بحة الصوت. تعالي بس الأول نتكلم على بحة الصوت، هل هو مرض ولا عرض؟ هو بقى كان كتير بتخيل إن ده عبارة عن مرض هو بحة الصوت، إنما بحة الصوت ده عرض لأمراض كثيرة. تبدأ بداية من الالتهابات، والالتهابات دي قد تكون التهابات بكتيرية أو التهابات كيميائية نتيجة ارتجاع حمضي، أو تكون بسبب تاني إن في عملية ظهور في الأحبال الصوتية، أو في بعض الأحيان بيحصل مجموعة من الأورام قد تكون أورام حميدة أو أورام حادة. فأيا كان الحال لابد الأول من التشخيص إيه سبب البحة الموجودة. وأكثر حاجة تملي بننصح بها العيانين بتوعنا، لو العيان جاله بحة صوت لفترة طويلة لا تتغير، لأن معظم الحالات اللي هي التهابات بالذات التهابات البكتيرية والفيروسية لها وقت معين ماكسيمم أسبوع أو 10 أيام، إنما لما يعني أكثر من أسبوع أو 10 أيام لا الموضوع يكون مقلق، يعني مقلق جدا، لازم نرجع للأخصائي عشان يكشف على الأحبال الصوتية. تمام. لأن حضرتك البحة دي مجالها واسع جدا وأمراض كثيرة بتسببها. زي ما حضرتك قلتي لسه سامعك ان كمان يكون فيها التهابات بكتيريه او فيروسيه، راحه الصوت مهمه جدا، صوت الفوائد بكثره، استخدام حمامات البخار للاحبال الصوتيه، الراحه، كل الحاجات دي كلها بترجع الاحبال الصوتيه لحاجه طبيعيه. تمام. طيب في يا دكتور محمد عيادات عادات خطا سوري ممكن نكون بنعملها من غير ما ناخد بالنا تاثر على بحه الصوت؟ يعني مثلا نزعق يعني صوتنا يبقى عالي طول الوقت؟ يعني بصي كل واحد له مقدره معينه لإبراز صوت بصوت معين، استخدام قدرات خارقة أو قدرات زيادة عشان إحداث الصوت تؤدي لمشاكل. بمعنى مثلا اللي هي التكلم بصوت عالي. عالي ده هو بيعمل جهاد الأحبال الصوتية. الكلام فترة طويلة بدون أخذ راحة، يعني لابد من عمل إن كل الواحد يتكلم الجملة ما تبقاش طويلة، لازم الجملة تاخد كلمتين أو ثلاثة وتاخدي نفس وبعدين تكملي كلمتين وثلاثة. إنما بعض الأحيان تلاقي واحد قاعد بيعمل جملة طويلة من 10 كلمات من غير ما ياخد راحة وياخد نفس ومن أول وجديد. التعرض للأبخرة أو الدخان أو حاجة أو التلوث البيئي بيوجد الأحبال الصوتية بيأثر عليها. فلابد من الابتعاد عنها وابتعاد عن السجاير وابتعاد عن مصادر التلوث بقدر الامكان، بلبس كمامه، بوجود تهويه جيده، شفافيه كويسه، الحاجات دي كلها تريح الاحبال الصوتيه. طيب دكتور محمد عايز اسال حضرتك على حاجه هي تخص الاطفال شويه، الاطفال اللي هم بيعيطوا كتير وممكن عياطهم ده يوصل ان هو يخرج من صوتهم او من الاحبال الصوتيه، ممكن ياثر عليهم فيما بعد؟ طبعا في حاجه بنسميها نتوء الاحبال الصوتيه عند الاطفال. وده كده الاطفال اللي بتعيط كتير او بتحزن كتير او بتتكلم كتير بزياده عن الطبيعي، كل ده ممكن يعمل نتوء الاحبال الصوتيه. انما هي تفرق عنها عن الكبار ان معظم الحالات دي كلها بتحس لوحدها اول ما الطفل بيعاد اعاده تاهيله نفسيا بحيث انه يعيط كتير او ما يصادفش بصوره خاطئه.
تمام. طيب ممكن نعمل ايه في البيت يعني خلال، حضرتك قلت لي ممكن لو استنينا اسبوع 10 ايام ممكن احنا في مرحله الامان، في حاجات معينه نعملها غير ان احنا مثلا ناخد برشام الاستحلاب، نشرب المشروبات السخنه كتير؟ برشام الاستحلاب ده زي البيت خالص ولا لا انصح بيه؟ لان برشام الاستحلاب ده عباره عن بنج موضعي وانتيسيبتيك، يعني حاجه ضد الالتهابات ضد التهابات. الاحبال الصوتيه ملهاش دعوه بالمجرى، ده مجرى تنفسي وليس مجرى غذائي. معنى ان الاستحلاب ده لن يزيد شيء ولن يحسن حاله الاحبال الصوتيه. طب والمشروبات الدافيه؟ المشروبات الدافيه ايا كانت المشروبات ما تفرقش دافيه ولا ساعه. أوكي. انما نشرب ميه بقدر كبيره كبيره، بنعمل حمامات بخار اللي هي زي تظبط الجو والبخار على السن بحيث تريح الاحبال الصوتيه. الكلام نقلل الكلام بقدر الامكان. تمام. بقدر الامكان نتكلم بالتون المناسب لكل صوت، يعني واحد طبيعته صوته ضعيفه. اكيد. ما ينفعش يعني زعق لان هي مش يتحسن لو زعق، بالعكس حالها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشاذلي استاذ الانف والاذن والحنجره بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مشاهدينا نروح للخبر اللي معانا بعد كده، بيقول طرق طبيعيه لزياده هرمون السعاده بالجسم. اول حاجه تناول الشوكولاته لانها بتساعد على زياده هرمون الاندروفين في الجسم بشكل طبيعي، كمان ممارسه التمارين الرياضيه بشكل يومي واضافه التوابل الحاره للطعام واداء تمارين اليوجا، واخيرا الضحك، فيعتبر الضحك من الطرق المستخدمه في الطب الحديث لعلاج الكثير من المشكلات العضويه والنفسيه، لان الضحك بيعمل على زياده الهرمونات المحسنه للمزاج. فطبعا من خلال الخبر ده في دعوه لكل الناس، اضحكوا يا جماعه وانبسطوا. نروح للخبر اللي معانا بعد كده، بيقول اطعمه تخفض مستوى الكوليسترول في الدم. الكيوي، واحدة بس من الكيوي في الأسبوع بتقلل بشكل كبير من الدهون الثلاثية وكمان المكسرات لأنها بتوفر الألياف اللي بتربط الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتسحبه خارج الجسم قبل دخوله في الدورة الدموية. وطبعا السمك لأنه بيحتوي على أحماض أوميجا 3 اللي بتقلل نسبة الكوليسترول، وكمان الكمون، نص معلقة من الكمون بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. نروح للخبر اللي بعد كده، بيقول مشروبات تجنب شرائها عند اتباع الدايت، منها الميلك شيك. العصائر الطبيعية والكوكتيل من الأفضل الابتعاد عنها وقت الدايت لأنها بتحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية، كمان الثموذي المعبأ والصودا دايت بتحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية اللي بتؤدي لزيادة الوزن، والميلك شيك والقهوة المعلبة لأنها بتحتوي على 560 سعر و14 جرام من الدهون المشبعة، فهي من المشروبات المحظورة لطبعا الناس اللي بتتبع الدايت. مشاهدينا بالخبر ده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الأخبار، هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا من عيادة تن، خليكم معانا.